قل لها الضربة القشرة يا بويا منين حلت بعدك يا داح الباب شاكتنا افتل الضربة اللي هزت أركان المسلمي هل فعلها راح يا باب العلم ومن جسر يا لاهوت هالأعظام يا ابو حسين بطل ولينك يا الولي قلبي تفتت وويلا بطل ونينا والدمع هلو تحدار بطل ونينا والدمع هلو تحدار صابغ بدم الراس وينادي يا شبار هذا اللي مكتوب لمن عالم الدار من عالم التكوين هالضربان كتبه هذا الذي مهاب يا علي من خيل ولا رجال ولا غاب من خضل منايا وخوض الأهوال ولو حاربت بالكون بيه حل زلزال قلبي فلا تروع ولا الزندن كلا اسمي أنا المعروف بالشدات مصعب اسمي أنا المعروف بالشدات الصعاب وأبوك تدري ما يهم براسه صواب وأشوف يا ابني طحت من ضربة المحراب ما أقدر أحاجيكم ترى دمومي النزفة فرت الوان وسال دمه وظل ينادي لا تهيجوني بالصوايح يا اولاد سكتوا ترى نزف الدماء فتت فا يا علي شاله فوق الروس والضجر تفعل وعليا وإماما وسيدا ومصيبته